مجبورة مثل ما انولدت غصبا عني، وقاعدة راح أموت غصبا عني، راح أموت غصبا راح أعيش غصبا عني. أنا ما اخترت جلدي، ما اخترت اسمي، ما اخترت رحم أمي، ما اخترت أمي أبوي، ما اخترت أي شيء، ولا راح أختار الطريقة اللي راح أموت فيها، ولا راح أختار الناس اللي حوالي اللي أحبهم أو ما يحبوني أو يكرموني أو ما يكرمون. ما أنا قادرة أختار شيء، ما بيدي شيء، بلا إرادة بلا حرية بلا خيار. يعني المأزق وجودي عندك، هو في الشرط البشري، مش ما له علاقة فقط بالمجتمع اللي عايش فيه، باللحظة الزمنية والمكانية اللي عايش فيها. لا، هذا حياة شيء أزلي.